ثورة 19 ما كانتش مجرد ملهم للجماعة الوطنية المصرية لتمصير الرياضة في مصر. ثورة 19 أظهرت دور المرأة المصرية اللي خرجت لأول مرة في تاريخها في المظاهرات الوطنية كشريك أصيل في المجتمع. فكان قرار النادي الأهلي بممارسة المرأة للرياضة، وده كان حلم من أحلام عمر لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي. عمر لطفي من بداية تأسيس النادي الأهلي كان مناصر لحق المرأة، ما ننساش أنه عمل كتاب مهم جدا، يعتبر مرجع مهم جدا اسمه حق المرأة. لذلك هو طالب في بداية تأسيس النادي الأهلي بحق المرأة في العضوية في ممارسة الرياضة. كان هناك مقترح موفق مكتوب بأن يخصص يومين أن المرأة ترتاد النادي الأهلي لوحدها، لكن الظرف الاجتماعي وقتها والتقاليد المصرية ما كانتش بتسمح أن المرأة تروح أماكن عامة أو ترتاد أندية. بعد كده في سنة 13 النادي الأهلي سمح للمرأة بحضور المباريات والاحتفالات، بس بمعزل عن الرجال، يحضروا المباريات ويحضروا الحفلات اللي كانت بتقام في النادي الأهلي. والناس بدأت تتشرب فكرة أن في أندية مصرية هتراعي التقاليد المصرية، هتراعي القيم المصرية، شجع على أن تبتدي المرأة ترتادي الأندية. بدأ النادي الأهلي عملية تمكين المرأة في الرياضة سنة 1922، وأصدر قراراً تاريخياً بتمكين المرأة لأول مرة ممارسة الرياضة في النادي الأهلي في يومين في الأسبوع، الاثنين والأربعة، وفي اليومين دول بعيد عن الرجال، الرجال يعني ممنوع الدخول، وده كان قرار تاريخي. فبدأ النادي الأهلي يهيئ للمرأة إنها تستطيع تمارس الرياضات بشكل يحفظ لها احترامها ووقارها. وعلى فكرة لحد النهاردة في حمامات السباحة في يومين للسيدات، كل ده فكر نابع من نشأة على أساس سليم.